تبي تتخرج من أقل جامعات وشهادة معترف فيها عالمياً وتتخرج في بريطانيا؟ بس لا، تدرس داخل البحرين بين أهلك وفي ديرتك. خليني أقول لك شلون. أنا خالد وباخذكم في جولة بسيطة داخل الجامعة البريطانية واللي تم افتتاحها في 2018 بمنطقة سار. في 2018 جاشن صاحب السمو الملكي الأميرة أندرو دوق يورك مشروع الشراكة بين الجامعة البريطانية في البحرين وجامعة سيلفر مانشستر. تسألني شنو تهدف هالشراكة؟ أنا بقول لك شلون. هني في الجامعة البريطانية تقدر في أي سنة من سنوات الدراسة تنقل دراستك إلى جامعة سيلفر في مانشستر. يعني لو تبي تدرس هني وتتخرج في مانشستر بعدها عادي. Our programs are split within three colleges. So we have three colleges here at BUB. First of all, we have the College of Engineering and Built Environment. Secondly, we have the College of ICT, Information and Communications Technology. And thirdly, we have the College of Business. And we've recently introduced two very exciting new programs. For the first time in Bahrain, we will be offering a British Bachelor of Laws degree, LLB in Law. And this is a course which is accredited by the Bar Standards Council and the Solicitors Regulation Authority in the UK, and means that students can, if they wish, progress and train as barristers or solicitors in England and Wales. مملكة البحرين حريصة على استقطاب مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، وهالشيء خلى الجامعة تفتح لها فرع في مملكة البحرين، واليوم طلبة الجامعة محظوظين أنهم بيكونون على قدر كافي من الكفاءة والتأهيل في التخصصات المطلوبة محلياً وعالمياً. We've also introduced a program called Computer Science and Cybersecurity. Cybersecurity is one of the areas which is growing most rapidly in the world. The demand for expertise in cybersecurity has never been as great as it is today, and that's still growing. So we feel this is a program which is already proving very popular that will enable students to gain a qualification that will give them huge opportunities in the labor market in the future. احنا الحين في استراحة الطلبة، مثل ما تشوفون الكوفي شوب موجود والألعاب موجودة في كل مكان. تقدرون تقضون وقتكم ووقت الفراغ بالأنشطة اللي انتم تحبونها والألعاب الرياضية. So here at BUB, we have lots of facilities to ensure that our students get the very best experience while they're here. Now, we use Blackboard Ultra. خلونا نبتدي في الصفوف والمختبرات اللي مجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات، مثل ما تشوفون السبورة الذكية والشاشات الإلكترونية. What we've been able to do, because we've already got that system in place, is to transfer our learning using Blackboard Collaborate, which is a very, very powerful tool that we can use to be able to hold online classes, online tutorials. لو تسألني شنو بيقدمون حق المتفوقين، عندهم خصم من 15 إلى 25% على رسوم الدراسة للسنوات الأربع. الجيم واليوغا وبرشة السباحة واحدة من الميزات الحلوة لطلبة الجامعة البريطانية في البحرين. وحاليا احنا موجودين في الصالة الرياضية في الجامعة البريطانية في البحرين بمنطقة سار. مثل ما تشوفون الصالة ما شاء الله متكاملة، والطالب يقدر يقضي وقته ووقت الفراغ بالرياضة وبرشة السباحة وفصول اليوغا. تقدر تدخل على 1.5 مليون كتاب من الكتب المتاحة للطلبة من خلال المكتبة الإلكترونية. الحلو أن الجامعة موجودة ضمن مجمع الأتريوم في منطقة سار، ففي البريك تقدر تروح وتتسوق أو تقعد بكوفي شوب أو مطعم. وانت تشوف الفيديو الحين، اتواصل مع الجامعة بالواتساب وبيرسلون لك كل متطلبات التسجيل.